جماعة الحوثي تفاجئ التحالف والشرعية بانتصار عسكري كبير في مأرب وتوجه دعوة عاجلة لكافة المواطنين. للمزيد من الأخبار لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. قناة نبأ الإخبارية، أخبار اليمن لحظة بلحظة. كشفت مصادر ميدانية في جبهات مأرب شرقي اليمن أن جماعة الحوثي شنت هجوما عسكريا كبيرا على قوات التحالف في مديرية العبدية جنوبي مأرب شرقي اليمن. وأوضحت المصادر بأن مقاتلي جماعة الحوثي تمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية جديدة في جبهات مأرب، وبحسب المصادر فقد تمكنت قوات الحوثي من السيطرة على مواقع عسكرية عدة خلال الهجوم على منطقتي بني عبد، وأن المواجهات تقترب من مركز مديرية العبدية. وأكدت المصادر استشهاد العقيد ياسر العمري برفقة عدد من قيادات الجيش الوطني في المعارك المشتعلة بالعبدية، وكان منهم العقيد ياسر العمري، أنس ناصر السعيدي، عبد الواحد أحمد الشدادي، أحمد راجح العواضي، صالح ضيف الله العواضي، أدهم عبد الله المرادي، مبارك مبخوت، محمد الأجدعي. وبحسب المصادر فإن العبدية لا تزال حتى اللحظة تحت قصف مدفعي كثيف وهجمات هي الأعنف منذ اندلاع الحرب، إضافة إلى الحصار المطبق الذي تفرضه قوات الحوثي على العبدية منذ قرابة الشهر، مشيرة إلى أن الهجوم مستمر منذ فجر اليوم وحتى اللحظة بجبهة العبدية.